احنا نازلين معرض فيرنكس بخصومات هايله بتوصل ل 25 و30% في بعض المنتجات، وعندنا منتجات يمكن 70-80% منها منتجات جديده اول مره ننزل بيها معرض. جلد مقلوب يعني بستخدمها مثلا في جسم واواعد وظهور، تدي متانه للركنه اقدر انها تبقى ديورابل وفي نفس الوقت ووشابل، ان انا لو عايز اغسلها وانضفها. وباخد مميزات الجلد بالظبط، بتبقى اسمها جلد مقلوب، باخد مميزات الجلد ومميزات القماش في نفس الوقت. انا عندي غرفه نوم 3 دايمنشن موجوده اسمها اوضه نوم كينج، والطقم الاسباني ده طقم برضو جديد، يعني معظم الحاجات تقريبا اللي موجوده جديده، يعني سواء في الاطقم او الليفنج او النوم والسفره.